اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل بتاعنا طلياني ولكن بطعم مصري وبخفه دم مصريه. هنعمل البوبيت، دي أكلة مشهورة بنشوفها في المنيوهات لما بنروح على مطبخ طلياني، بيبقى فيها افتكاسات كتيرة، بعض بيحشيها مشروم والبعض بيحشيها لسان، احنا بقى هنعملها النهاردة باللحمة المفرومة. هنعملها ازاي؟ يعني لحمة جوه لحمة يا شيف، ده أنت مبوظ الميزانية. هي فكرة طهوية كده، خلونا نجربها مع بعض ولكن بمقادير بسيطة في متناول الجميع وبعدد أفراد الأسرة الكميات، اللي هو اللحم الكندوز أو الضاني شرايح ومعانا لحم مفروم. معانا الطبق الصيام النهارده علشان طبعا المطبخ المطبخ الصحي طبيعي لما بيكون الاكل هيلسي بيكون انا بحولها لاكل صيامي، وبنسبه طبعا صيام اخواننا المسيحيين احنا بنعمل كل يوم طبق صيام. هتعمل ايه النهارده يا شيف؟ هعمل كفته الرز بالخضار، دي حقوق الطبع لدينا وبس. هنعملها مع بعض ازاي؟ لها تفاصيل كتيره، بدايه من الرز المصري المسلوق مع تشكيله من الخضار. معانا شوربة البسلة النهاردة، والبسلة غنية بالبوتاسيوم للسيدات الحوامل والأمهات، خلينا نعملها شوربة النهاردة بالكريمة ونتلاشى مشاكل البسلة من الانتفاخات ومشاكل القولون. هنضيف لها شوية كمون مع الكرفس، بالتأكيد هيكون طعمها مميز. تفاصيل كتيرة في الحلقة النهاردة بتكلفة قليلة جدا ولكن الطعم مختلف. هتقولي من المطبخ الطلياني من المطبخ الغربي أيا كان، ولكن اللي بيعملها خفة دم مصرية. وتعالوا مع بعض نعمل شوربة البسلة. مقادير شوربة البسلة على الشاشة: بسلة خضراء يا إما منها طازة ويا إما إن احنا نجيب كيس بسلة من أي سوبر ماركت، نشوف تاريخ الصلاحية بتاعه. وادي البسلة معانا، حاضر أهي زي الفل. شوربة البسلة مع بعض بالكريمة، هنشوف نعملها مع بعض إزاي. بطريقة سهلة، معانا بسلة ومعانا بصل ومعانا توم، وانا حابب اعمل شوربه البسله النهارده بطعم جديد. ممكن اضيف لها شويه صوص طماطم زي ما انا عايز، يبقى لونها بينك حلو كده، الاطفال يحبوها، مفيش اي مشكله. الطاسه دي على النار، بنحط معلقه زيت زيتون صغيره، معايا البوكي جارني بتاعي ده فرحان بيه، هستخدم منه للبوبيت واستخدم منه للشوربه بالشكل ده كده، ونقلب البصلاية مع النار. اللهم صل على النبي. البسلة لها مشاكل مع القولون، يعني اللي بياكلها يعني، ولكن يفضل طبعا لما نيجي ناكل رز ببسلة او البسلة جوه يخنة الجزر بالبسلة، يفضل مضغ البسلة عشان نستفيد بالسكريات والالياف اللي موجودة فيها. خلي بالك في بعض الاكلات لازم نمضغها جيدا، خلي بالك ده مهم جدا، يعني لازم نتعلم كمان عمليه ثقافه الاكل. لما نيجي نقعد على الاكل مضغ الاكل جيدا بيساعد في حاجات كتيره مع مراحل العمر. يعني امي رحمه الله عليها بصراحه كانت تقعد على الاكل فتره طويله جدا تبدغ الاكل جيدا، الحمد لله رب العالمين ماتت وصحتها زي الفل. فانا بنصح والله، ولا نفسي برضو القصه دي بس انا بستعجل شويه، لازم نمضغ. ناكل رز، بناكل مكرونه، بناكل عيش، بناكل بسله، بناكل خضار، حتى لو جزر خياره بناكل في سلطه. مضغ الاكل جيدا بيبقى العمر الطويل للانسان والجهاز الهضمي والقولون مهم جدا على فكره. في استمتاع بان احنا بنستطعم الاكل. البسله معايا جاهزه، معايا من البصل الاخضر العروق اللطيفه الحلوه دي كده معانا اهوت، بنفرمها كده بالسكينه. حابب ان هو يشارك اهو، عروق البصل الاخضر دي حلوه لما بتكون معانا، تتفرم صغير كده بالشكل ده كده، حلو قوي. فص توم حلو، بس استنى على البصلية شوية تتحمر. ايه الاخبار؟ نبص على البوبيت اخباره ايه؟ ايه الحلاوة دي؟ بص على الحلاوة دي كده بقى، بص على الحلاوة اهو. طبعا هنستعين هنا بمعلقتين من النشا علشان ناخد قوام للصوص الكريمي بتاعنا. البصلية بتتحمر هنا كده، بننزل بالتومة والبصل ده كده، الله أكبر، تقلبة حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم أهو، معانا البسلة بتاعتنا في طريقة بقى لعمل شوربة البسلة أنا بحبها
زي طبق الفول كده. دايما لما اعمل شوربه البسله تستوي اهرسها بالشوكه عشان شخصيتها تدان، يعني ما بحبش اضربها في الخلاط كلها مره واحده بتوه مني، تبقى زي شوربه السبانخ، هي خضرة مش عارفين طعمها ايه. اهو البسله تنزل بالشكل ده كده اهو. ولكن استطعمنا بالبسله عامله زي حبات الزبيب كده، السكريات اللي فيها لما نحطها جوه الرز ونيجي ناكل الرز بالزبيب، طعم السكريات اللي في الزبيب لما بتيجي تحت ضرسنا او سنتنا واحنا بناكل بتبقى لطيفه وحلوه. في حاجه هنا؟ تمام زي الفل. اللهم صل على النبي. الشوربه خلصت اهي. ونوع شوربه جديد، واحنا في موسم الشتاء وايام الشتاء بنحب ان احنا دايما نشرب شوربه. عملناها شوربه العدس ونعملها تاني يا غالي. العدس ده ممكن نعمله 20 صنف. التقليبه دي حلوه للبسله. رشه الملح في حاله التحمير علشان تدينا اللون الخضار بتاعها. الله الله اهو. شوربه البسله بالكريمه. التشويحه دي علشان تاخد طعم البصلايه والتومه. بتجازك نضيف يا عم الشيف، وانت نفس الكلام برضو وانت بتشتغلي ايدك النظافه اول باول، علشان برضو وارد ان اصدقائك وقرايبك يكونوا في استضافتك. نصفي البيون بتاعنا. اللهم صل على النبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا بينا. يلا هو ده هو ده. طلعت الشوربه معانا. شفت البوكيه جرنيه عملت بيه؟ ما جبتش بقى مكسبات طعم ولا حاجه اهو زي الفل. خلصت الشوربه. الله شفت الحلاوه؟ اهي. ونسيب البسله بقى تستوي. ده المطبخ. البسله ما بتاخدش وقت كتير في السوا. حلوه قوي. نعم حاضر. نبص عليها دلوقتي الكفته. الكفته طبعا بقت كلها جسم واحد في قلب الصينيه، ده الطبيعي لان فيها بطاطس وفيها خضار وهي صيامي. اللهم صل على النبي. نقلب كده هو ده. حطينا ملح ما تنسيش. الكرفس الاخضر بتاعنا مع الشوربه لطيف وجميل. ودايما اقول الكرفس ملك الشوربه. زي الفل. اخبار البوبيت ايه؟ بجيب كسروله بحط فيها معلقتين من النشا بمضرب صغير بالشكل ده كده، او عد كويس صوص مفيش مشكله. واحط على ده يا عم الشيف شويه حليب صغيرين كده عشان هضيف كريمه لباني. اللهم صل على النبي. هنا مش هنقلب بالمضرب، بالراحه خالص كده. بص الكريمه نازله فين؟ بص الكريمه اهي نازله على البسله. هو ده. خلصت كمان الشوربه بتاعت الجميله الحلوه. شفت القوام؟ الف انا وشفت. نغرف الاكل مع بعض. شيل ده من هنا كده. عينيا يا فندم. ونغرف كل الاكل دلوقتي. شيل كل، اهم حاجه لما نيجي نغرف الاكل بتاعنا والترابيزه مطبخك نظيف ورايق وزي الفل، وتبقي عايشه الحكايه اللي انت عايشاها ازاي تطلعي طعم لطيف وجميل. شفت الشيف المغازي دايما ايد عينيا. وقول لي يا شيف نضف لي البوتاجاز عشان الصوره الحلوه كالعاده تتحدث عن نفسها. كل التفاصيل انا معاكم اول باول. تعالوا مع بعض نغرف اول حاجه طبق الشوربه. شفت الشوربه والقوام بتاعها؟ كرفس فيها، كريمه اللباني فيها، بسله تفاصيلها وانا بشربها. مش لازم، ممكن ومش ممكن حسب الرغبه. انتوا حابين ايه؟ نضربها بالهاند بلندر انا ما عنديش مشكله. نضربها في الخلاط هتبوظ الخلاط وجوزك يزعل منك. معانا الهاند بلندر عادي زي ما انتوا عايزين. دي اختياري بس بصراحه انا شخصيا بحب اخد التفاصيل بتاعت الشوربه. نعمين يا فندم. حاضر يا فندم.
حاضر حاضر يا فندم. والله المخرج بيقول لي خليها كده، بس انا والله بحبها كده بصراحه. ليه بقى؟ تفاصيل البسله بتبقى قدامي وامضخها كده تحت اسناني يطلع السكريات بتاعتها. بتبقى لطيفه قوي على فكره. طبق الشوربه جاهز. اللهم صل على النبي. شفت التفاصيل اهو، شفت الشوربه اهي. اهم حاجه الكريمه اللباني هنا بمحتوياتها البصليه اللي اتحمرت مع التومه اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شايف القوام؟ بس كفايه. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ الشوربه كمان خلصت، نشيلها من النار. معانا صوص طماطم، نشيل الحاجه دي من هنا عشان مخرجنا يجيب الصوره الحلوه. الف هنا وشفا للي هياكل. مطبخنا على شاشه القناه الاولى زي ما حضراتكم شايفين، في افتكاسه طهويه، في خبره طهويه بتلعب دورها هنا في انك تعملي اكل باقل تكلفه ممكن، ولكن من اي مطبخ انت حباه مفيش اي مشكله. عملنا كفته الرز بالخضار صيامي طلعت بالشكل الحلو اللطيف، عملنا كمان شوربه البسله بالكريمه اللباني لطيفه وحلوه وقدمناها بشكل جديد عشان تفاصيل البسله وغنيه بالبوتاسيوم، عملنا طبق بوبيوتي جميل جدا طلع معانا اتنين صوص لطاف جميل، الصوص بتاعنا البراون صوص مع الصوص الريد صوص تبقى لطيفه وحلوه، نقدر نقدمها كمان مع الوايت صوص حسب الرغبه. يعني نقول مع بعض رؤيه وفن وابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى من ماس بيرو. We'll be right back.